إيران اختبرت إحدى أهم وأخطر صواريخها البالستية خلال 48 ساعة الماضية في تحضير مستمر لتنفيذ هجومها الانتقامي ضد إسرائيل. تفاصيل هذه المسألة تحدثت عنها العديد من المصادر مثل إيران أوبزيرفر وديفنس سيكوريتي آسيا وميدل إيست إندكس. وكانت اللحظات الأولى لإطلاق هذا الصاروخ تم تصويرها من قبل أحد المدنيين الإيرانيين الذي أكد بأن هذا الصاروخ انطلق من شرق إيران تحديدا من شاهرود. وأكدت التفاصيل والمصادر بأن هذا الاختبار الصاروخي كان ناجحا للغاية وبأن إيران اختبرت هنا صاروخ خرام شهر الرابع أو كما يطلقون عليه صاروخ خيبر من الجيل الرابع الذي دخل الخدمة منتصف العام الماضي. ولكن النائب أحمد نادري النائب الإيراني كان قد تحدث فعلا بأن هذا الاختبار قد تم ولكن لصاروخ بالستي عابر للقارات، وليس واضحا ما إذا كان صاروخ خيبر من الجيل الرابع الذي نتحدث عنه اليوم هو يقع من ضمن دائرة الصواريخ العابرة للقارات. ما هو معلن بشكل رسمي بأن مداه يصل إلى 2000 كيلومتر، ولكن بعض المصادر الروسية أشارت بأن مداه يصل إلى 4300 كيلومتر، وهذا يجعله قريبا نوعا ما من الصواريخ العابرة للقارات. ولكن ما يجعل هذا الصاروخ هو الأقرب لحقيقة بأنه هو الذي اختبرته إيران هو أن كانت هنالك تقاريرا غير رسمية غير مباشرة تتحدث بأن إيران ستستخدم هذا الصاروخ قبل هذا الاختبار الذي نتحدث عنه، وذلك لأن إيران تريد النجاح في عملية الوعد الصادق الثالثة مقارنة بالوعد الصادق الأولى والوعد الصادق الثانية في هجومها ضد إسرائيل. وهذا الصاروخ قادر على تحقيق مثل هذه الهجمات الناجحة. كذلك أن هذا الصاروخ بحاجة للمزيد من الاختبارات. العام الماضي في مايو تحديداً نجح في الاختبار للمرة الأولى، ولكن بعد ذلك بثلاثة أشهر في أغسطس من العام الماضي فشل هذا الاختبار لهذا الصاروخ، سقط إلى شمال العاصمة الإيرانية طهران. بالتالي هو بحاجة للمزيد من الاختبارات. وكما تحدثنا هذا الصاروخ له قدرات عالية للغاية. سرعة هذا الصاروخ على سبيل المثال ضمن الغلاف الجوي تصل إلى 9700 كيلومتر في الساعة الواحدة، ولكن خارج الغلاف الجوي يستطيع من التحليق بسرعة تصل إلى أكثر من 19500 كيلومتر في الساعة الواحدة. وزنه يصل تقريبا إلى 30 طنا، رأسه الحربي يصل وزنه إلى 1500 كيلوغرام، وقادر على المناورة بشكل هائل ضمن الغلاف الجوي أو خارج الغلاف الجوي، وهو متقدم طبعا ويعتبر من الصواريخ المهمة بالنسبة للجانب الإيراني. وإذا استخدم من قبل إيران ضد إسرائيل سيعتبر هذا تصعيد كبير للغاية. وإذا ما ألقينا النظر على طبيعة هذه المنطقة شاهرود التي نتحدث عنها، لاحظ هنا هذه هي العاصمة الإيرانية طهران، لنأخذ لهنا مختلفا، هنا هذه هي العاصمة الإيرانية طهران. تأتي شاهرود تقريبا على مسافة 317 كيلومترا إلى شرق هذه العاصمة الإيرانية، وهذه نقطة مهمة ومثيرة للغاية لأن هنالك كثير من الأحداث التي جرت في شاهرود تحديدا. على سبيل المثال إلى جنوبها على مسافة 40 كيلومترا سنلاحظ بأن هنالك نقطة مهمة ورسمية لإيران لإطلاق الأقمار الصناعية. هذه النقطة تحديدا التي ترونها أمامكم، كانت هنالك كثير من اللقطات لإيران لتطلق الصواريخ من هذه المنطقة تحديدا. أتحدث هنا عن الأقمار الصناعية مثل هذه الصورة كما تلاحظ متطابقة تماما مع ما نراه. وسبق لإيران وأن نجحت في تنفيذ إطلاق العديد من الأقمار الصناعية التي تستخدم للعديد من الأغراض، مما يعتقد بأنها أيضا تستخدم في العمليات التجسسية إن كانت على الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أو حتى على إسرائيل. كذلك أيضا في نفس الوقت بأن هنالك على مسافة 6 كيلومترات إلى شمال هذه النقطة التي نتحدث عنها مستودعات ومنشآت للصواريخ البالستية مهمة للغاية استهدفتها إسرائيل في عملياتها مؤخرا ضد إيران من ضمن عملية أيام الحساب. وتحديدا هذه النقطة كانت قد استهدفتها إسرائيل والتي تعتبر نقطة مهمة لإنتاج الوقود الصلب الذي يعتبر أساسا في الصواريخ البالستية البعيدة المدى. لاحظ هنا قبل وبعد كيف دمرت هذه المنشأة كما نلاحظ. كذلك أيضا في نفس الوقت إلى أن إسرائيل لم تكتفي بضرب هذه النقطة بل ضربت نقطة أخرى سبق وأن عرضناها، هذه الثلاثة مستودعات التي نراها أو المصانع المرتبطة بالصواريخ البالستية. هذا المبنى تحديدا الثالث لاحظ كيف أنه اختفى في القمر الصناعي مقارنة بالمبنيين الآخرين. بالتالي هذا يوضح لك بأن هذه نقطة مثيرة للاهتمام خاصة عندما نتحدث عن إطلاق الصاروخ منها. على سبيل المثال قامت إيران بإطلاق صاروخ خرم شهر الرابع من الجيل الرابع من شاهرود تحديدا باتجاه إسرائيل، فإنها بحاجة إلى قطع مسافة تصل تقريبا
من 1800 إلى 1900 كيلومتر، مسافة هائلة للغاية، ولكن مدى الصاروخ يسمح بذلك. وبالتالي يعتقد، وهذا أمر ليس بالرسمي، ولكن يعتقد بأن طبيعة اختبار الصاروخ التي جرت خلال 48 ساعة الماضية لهذا الصاروخ هي جاءت من أقصى الشرق إلى أقصى الجنوب لاختباره بأبعد مسافة ممكنة في إيران، أي بمعنى بأنهم يتوقع ويتوقعون الخبراء بأن تم اختباره بهذه المسافة الكبيرة باتجاه بلوشستان إلى مسافة تصل تقريبا من 1200 إلى 1300 كيلومتر، وبالتالي يتم تعدي أكثر من 50% أو حتى 60% من المسافة المطلوبة لهذا الصاروخ لكي ينطلق مباشرة باتجاه إسرائيل. وعملية الاختبار من هذه النقطة هي مثيرة للاهتمام. لماذا؟ لأن هذا يوضح بأن إيران ممكن أن تهاجم إسرائيل وتطلق الصواريخ ليس فقط من القواعد الصاروخية الموجودة إلى غرب إيران باتجاه الحدود العراقية مثل كرمنشاه وغيرها من هذه القواعد التي سبق وأن استخدمتها على العديد من الأهداف، أهمها طبعا إسرائيل، ولكن يوضح لك بأن إيران مستعدة لاستخدام قواعدها الصاروخية الموجودة وسط إيران وحتى شرق إيران لتعطي رسالة لإسرائيل بأنها قادرة على ضربها من أي قاعدة صاروخية موجودة في الداخل الإيراني. والمثير هنا والمثير بهذه المسألة أن المنشآت المهمة كما تحدثنا للصواريخ البالستية البعيدة المدى هي موجودة إلى شرق إيران، وهي التي كانت هدفا للجانب الإسرائيلي، وقد تكون أيضا فيها رسالة معنوية من قبل الجانب الإيراني أن تأتي إسرائيل بعمليتها الأخيرة وتخترق الأجواء الإيرانية وتضرب شاهرود في نهاية المطاف، فإن هذا الصاروخ سينطلق من شاهرود وسيضرب هدفا مهما في الداخل الإسرائيلي ردا على ذلك، وللرد بأن إيران لم تتوقف ولم تستسلم وإنها ستنجح في طبيعة الردع المباشر لإسرائيل. لكن ما هو مهم هنا وخطير عندما نتحدث عن هذه النقطة تحديدا في شاهرود، فإن الأنظار أيضا تذهب باتجاه أذربيجان بأن الصاروخ هذا ممكن أن يقطع مسافة 650 كيلومترا فقط لكي يضرب أذربيجان، خاصة وأن القنوات الغير رسمية الخاصة بالحرس الثوري الإيراني كانت قد اتهمت أذربيجان بأن الطائرات الإسرائيلية انطلقت منها كجزء من العملية. كانت هنالك طائرات مسيرة وكانت هنالك طائرات من فوق الأجواء العراقية وطائرات اخترقت الأجواء الإيرانية من الأجواء العراقية، وأيضا بعض الطائرات انطلقت لتضرب شاهرود وبارجين إلى شرق العاصمة الإيرانية طهران. بالتالي قد نكون بسرعة أمام جبهة مختلفة هنا في ظل عدم وضوح من قبل الجانب الإيراني كيف ستنتقم من إسرائيل، وهذا أمر يعتبر خطيرا للغاية، خاصة أن هنالك كان تقريرا قد صدر من البزنس إنسايدر من خبير أمريكي أشار بأن إيران طورت أسلحة كيميائية من الممكن أن تدخل في العديد من الأسلحة أو الصواريخ، والتي تؤدي في نهاية المطاف عند إذا ما سقطت على أي نقطة في إسرائيل إلى عجز خطير لدى الجنود أو حتى المدنيين، وبالتالي ممكن للأسلحة الكيميائية أن تكون جزءا من هذه المواجهة. تضرب إيران إسرائيل، تعود إسرائيل تصعد بشكل أكبر، وبعدها ترتفع طبيعة وتيرة هذه الأسلحة واستخداماتها. والولايات المتحدة الأمريكية تراقب كل صغيرة وكبيرة من هذه التحركات الصاروخية، حيث أن اليوم على سبيل المثال ظهرت طائرة من طائرات الاستخبار الأمريكية RC-135 River Joint، وهي قادمة من المملكة المتحدة من بريطانيا ووصلت إلى منطقة الشرق الأوسط، وهذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرة بحسب الفلايت ريدار 24. ونلاحظ هنا بأنها انضمت إلى أساطيل من هذه الطائرات الكبيرة المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط. على سبيل المثال آخر صورة لانتشار الطائرات الأمريكية في قاعدة العديد في قطر سترى بأن هنالك 6 طائرات من طائرات B-52 هنا، كما نلاحظ كذلك أن هنالك تقريبا 9 طائرات من طائرات KC-135 Stratotanker لتزويد الوقود، كذلك أن هنالك ما يقرب أيضا الطائرتين أو الأربع طائرات من KC-46 وكذلك RC-135. ما هو ظاهر في لحظة التقاط الصورة من القمر الصناعي طائرتين من هذه الطائرات، ممكن للطائرات الأخرى أن تكون منشغلة في مراقبة ما يجري في الأراضي الإيرانية من فوق الخليج العربي، ولا بد من الانتباه إلى طائرتين من طائرات C-17 للشحن الأمريكية. نحن نتحدث هنا عن قاعدة العديد، هنالك البحرين، هنالك قواعد أمريكية أخرى منتشرة في المنطقة، وبالتالي هنالك قوة كبيرة للغاية منتشرة الولايات المتحدة، وهذه RC-135 River Joint التي نتحدث عنها الآن انضمت إلى هذه الطائرات. والمثير بهذه المسألة مع كل هذه التطورات كانت هنالك 3 اتصالات بين الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الفائز في الانتخابات
الأخيرة مع نتنياهو، ونتنياهو قال بأنني اتصلت به 3 مرات وتحدثوا عن إيران تحديدا، وقال نحن متفقون بشأن التهديد الإيراني. وما هو مثير للانتباه هنا، منذ فوز دونالد ترامب في هذه الانتخابات والتوقعات بدأت تذهب باتجاه معاكس عن طبيعة ما إذا كانت إيران ستضرب إسرائيل أم لن تضرب إسرائيل. البولي ماركت على سبيل المثال، وهو إحدى المواقع التي تظهر الكثير من التوقعات وكذلك الرهانات، وضحت بأن التوقعات انخفضت تماما في مسألة أو نسبة أو إمكانية هجوم إيران أو انتقام إيران القادم من إسرائيل مقارنة بالفترة التي سبقت الانتخابات أو خلال الانتخابات. فوز دونالد ترامب يعتبر قصة مختلفة تماما، ومجلة The Time الأمريكية كانت قد أشارت إلى حقيقة أن دونالد ترامب قادر على جلب السلام لمنطقة الشرق الأوسط بسبب طبيعة سياسته في المنطقة وكذلك مع إيران تحديدا، فهو قريب على سبيل المثال من الدول المنتجة للنفط أو المصدر للنفط على أعلى المستويات في الخليج العربي مثلا، المملكة العربية السعودية كذلك سيعيد ترميم العلاقة مع روسيا والدول النفطية الأخرى، كذلك أنه يدعم أساسا الشركات النفطية، الشركات الوقود الأحفوري والغاز، وبالتالي أسعار النفط لن تكون قادرة على الارتفاع بشكل كبير بل قد تنخفض بسبب السياسة الخاصة بدونالد ترامب. بالتالي مقارنة بالجانب أو جانب إدارة بايدن السابقة فإن القصة ستختلف، وكذلك أن The Time وجدت بأن هذه المرة دونالد ترامب سيختصر الوقت على نفسه وسيقوم بالضغط بشكل كبير على الجانب الإيراني في الصادرات النفطية الخاصة بإيران، وخاصة أن إيران والميزانية الإيرانية تعتمد، الميزانية الحكومية تعتمد تقريبا بنسبة 70% على العائدات النفطية، العائدات النفطية تعتبر 70% من هذه الميزانية، وبالتالي انقطع هذه المسألة، الضغط عليها، إيقاف الصادرات النفطية تحديدا للجانب الإيراني هو سيضع ضغطا ليس بالعادي على إيران. لا تتمكن إيران من دعم فصائلها في العراق أو في سوريا أو حزب الله أو حتى جماعة الحوثي بأي شكل من الأشكال، وستعاني في الداخل مرة أخرى، العملة ستعاني، كذلك مسألة الدعم للمفاعل وبرنامجها النووي أو برنامجها برنامج الطائرات المسيرة المهمة الإيراني أو حتى في دعم برنامجها الصاروخي سيتأثر كثيرا، كما تحدثت The Time المجلة طبعا الأمريكية المهمة للغاية. وعلى هذا الأساس طبيعة هذا الضغط على إيران سيجبرها في نهاية المطاف بأن عليها الاتفاق، خاصة وأن وضع إسرائيل أيضا قد تغير، إسرائيل قضت على الكثير من القدرات العسكرية لحركة حماس وحزب الله اللبناني، بالتالي التهديدات المباشرة على العمق الإسرائيلي تغيرت تماما، وهذا هو الذي في نهاية المطاف سيعطي نفوذا كبيرا للجانب الأمريكي في عهد دونالد ترامب بأن يضع ضغطا كبيرا على إيران بأن المنشآت النووية النفطية كلها تحت النار وتحت الخطر، وإسرائيل الآن تركز بشكل أكبر في مواجهتها المباشرة مع إيران، اختلفت الأمور تماما، لا تريد الانشغال بشكل أكبر مع الفصائل أو الأذرع الموجودة في المنطقة، وبالتالي ستفرض ضغطا مباشرا، وعلى هذا الأساس بأن إيران لن يكون لديها الكثير من الطرق وقد لا تكون قادرة للوصول للقنبلة النووية، ويجب أن تفكر بتحقيق اتفاق بأي شكل من الأشكال لأن دونالد ترامب سيقترب أيضا من بوتين، والتقرب من بوتين قد يبعد بوتين بشكل أو بآخر من الجانب الإيراني، وهذه لها حسابات كبيرة للغاية بكل تأكيد.